بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودي الملك استوى نجد داوود إنسان وحن إذا كله لنا استوديو ها كالسن تي في وكل هاي مقالة لندن النجوى ستو صيد إن كجسو قد بنينا برنامج كا ترتن كبشة رمضان قرآن كا داوودي السيد الله سعوتان تلفزيون كا كالسن وحا وسند والبا إسكتو برهدا وصودي عريا isagoo la kaashanayo madarista kala duwan ee ku yaala magaalada London iyo gobolada dalkan in ardayda la dhiirigeliyo si quraanka kariimka ahna loo tuso muhiimada ay u leedahay inay bartaan oo ay ka faa'iideystaan. Hadaba daawadayaal, tartankii ayaan gudagali doonaa. Waxa halkan diyaar ku ah oo jooga macallimiintii, ardaydii dugsiyada ee tartanka diyaarka u ahayd, waalidiintii dhamaantood, waxa ay halkan u yimaadeen inay khayrkan faraha badan caruurta tusaan, waalidkana uu markaa arko ilmaha inay baran karaan quraanka hadii ay joogaan qurbaha iyo meel kaleba. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad barnaamijkan tooska ugala socotaan istuudiyaha kalsan sanadka 2007 bisha Ramadaan iyo tartankii quraanka ayaan gudagali doonaa. Qaybo kala duwan ayuu tartanka isugu jiri doonaa. Marka hore waxaan ku sameyn doonaa qodobada kooban oo martida iyo maamulka iyo ka hadli doonaan arintan faa'iidada ay leedahay. Kadibna waxaan galeynaa su'aalihii ardayda la weydiinayay. Waxay isugu jiri doonaan quraanka dhan arday ka qayb galeysa, 20 juz arday ka qayb galeysa, 5 juz arday ka qayb galeysa iyo 1 juz arday ka qayb galeysa oo dhamaantood macallimiinta ay soo diyaariyeen. Khayr Allah siiyo. Warka ma jecli inaan idinku dheereeyo, tartankii ayaana soo haya, waqtiguna aad buu u kooban yahay, Ramadaanna waa lagu jiraa. Waxaan ku furaynaa aayadaha Qur'aanka Kariimka ah, waxaana noo akhrin doonaa mid ka mid ah ardayda maanta tartankan halkan u yimid oo diyaar ah, Abdul Awwal Abdullahi. Ayaan ku soo dhaweynayaa Abdul Awwal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آذي يوم أتسيهي إلهي أجر هكسيو أنغانا كوي دغيسيغا قرآن كا أجر إلهي وكسيو إلهي أنغاديغو. وحانو ييرا يا مركن فيصل باني وكوال دونا مغعا كالسن تي في مامولكا وإساغونا بال لبا إري هالكن كديه دونا. فليتفضل فيصل. magacayga waxa allah faysal baani, waxa
وحن كمد أمام الكسرتي في كلسن وحن آد أمومة إلني يا دمان ترتم ياشا قرانكا معلمين تا معلم فيصل قرصور ياشا شيخ حرسي يا شيخ أحمد با عبد القادر مدارو ومسؤول سلطيفي قام إن شاء الله لما أنت وليد مهل إلني كتب كل كعكس وغيب كشين ترتق قرانك أو كلسن تي في كنتي هذا مدة شن سنة وقوين إن ترتق قرانك مركا وحي النوتة هي فرحة وين كنتي كلسن هان إن ترتق قرانك مركز تا عن كقريب قلو وأنا واحد وأنا أكسن دينيا ما شاء الله واحد كلو هلكن ومهل إلني يا اسمها كلسن وهذا النجم كان كنتي خليف راجع علي وهوش رنتي واحد بدن كسوة قوانين مدة ومانتا نجم مقال لكن هوش يسيان أنه وضنه ما شاء الله ساقنا هم هاد علينا إننا دمان وحن هم هاد علينا يا دادك كسوة قيب قلي ترتمياشا معلمين تا وايدين هاد علينا يا إيو وحن كلو هم هاد علينا يا محاد عداوة واه تقنيشة كوين ومانتا شغلا قلن نوفو ذي ما شاء الله ترتنك قرانك إن شاء الله هو ينوفو ريه وانا بلاوننا جزاك الله خير بارك الله فيكم هذه هذا يوم أتصني هاي فيصل باني أو كلمات كوبان نصو تشدين هي سوى كوال لي مع عمامو كا تي في كا كلسن وما تصني هاي فيصل وحن سجارة وما دعلنا إن سنة كان مدرسة السنة كتها على حافظة توتنهام مقالة لندن أو سوى نوغلاش قيسي هيرجلينتا ترتن كان إنه قبصومو رنتي معلمين تي عمامو كا مدرسة aadiya adayaan uga mahadcelinayna ajir ilaahay ka siiyo markan waxaan ku soo dhaweynayaa macalin faisal oo ku hadli doona magaca martida ka soo qayb gashay munaasabadan qiimaha badan iyo waalidiinta iyo waliba macalimiinta ayuu ku hadli doona magacooda ustaad macalin soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا مارتي دياري ترتن كان سنة 2017 بشهر رمضان آخر كذا ما أنتوا مالك سقالي لباتناد ولا جيا بيني نقطة مالك وجودا بشهر رمضان وحان مارت أم هذا علني أنا مارتي تي في جا يرجع ضيا شكا ما ملكا يودت كمارت مارين تمارت قابل سن تي في جا aan walaalayaal waxaan rabay inaan dhowr arimood oo yar yar oo kooban aan maartay ilaahdo inta uusan bilaaban maartay tartanka horta inaan isku baraarujino wanaaga iyo xifdiga kalaamka alle qofku u xambaaro maartay faa'iidada ay qofku u leedahay iyo ajirka alle agtiisa uu ku leeyahay xadiidka koowaad oo aan rabno inaan sheegno waa xadiid dadku dhan ay wada yaqaanaan qorwaada xadiidka soo warisay waxaa ku jira نن أسانيد مارة قرآن كأي مران واللي يرادو عبد الرحمن بن السلمي حديث سجى أي مارة سنة كيس كجرة حديث كاسن وحوى حديث كي مارة صحيحها دتكون أي وذي غانين بخاري كجريها خيركم من تعلم القرآن وعلمه دتك وحاجو خير بدن قف كمارة قرآن كبرته هذا دتك دتكبره عبد الرحمن بن سلمي أوراوي حديث كاسا وحو شيغي كنتن سنو إنو معلنها أو قرآن كودت كبرايي وحو يري حديث كان أي فريسيي ماشا عن فرديو كنتن كسنو وحا أي فريسيي حديث كان معناه وين مارتي حنبارسن مركا وحا مارتي بوغادين يشرف إسكاله دتك قرآن كإنتي برتان هادنا دتك برو كلام كألي مارتي سي قد بيه أو سلسلة ده النبي عليه الصلاة والسلام مارتي سي وضع سي قد بيه إلا أدونك وقرنا معنيه سيدة الله سعطان دينة إسلام كديماها كلاو حيوه قد سنتهاي كتاب محفوظة وإله سبحانه وتعالى وحفظيه إن تغيير يتبديل لبضب اللغو السمائيه إلهي نوحوك حفظيه قلوب تددك مؤمنين ومسلمين تاه maartay miisyadaas ayaan annaga leenahay diinta islaamka ay leedahay maanta qof isku dayay kara diinta inuu xaraf ama shaqal xitaa ka bedelo maartay male maxay ila dad aad iyo aad u tira badan oo cadaadi xisaab aan lahayn ayaa quraanka xifdisan jiilna jiilka kale ayuu u gudbiyaa marka dadka maartay quraanka xifdiyay sharaf waxa uu
إن مارت رسولك عليه الصلاة والسلام ويرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه يوسيد آيات القرآن كوكلاء في سورة المارة كجرتي حجر مارة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي وحو كحفظنا يا قروبتا ذاتك وإلهي كحفظي مارك إنا تشرفتا سقيب أتكن قوتيد ووالدك يا عرورتا يا مسؤولين تا إذاك مسلمين تورانا يوسع عيان إنا إن قدان ذاتك القرآن كاللقبت بادي وقلبي قوذي صدري قوذي لقبت بادي وآهرين وين سيدو كلا وحان مارة ربا إنا مارت درينسيو أن قفك مارت حامل القرآن كحديث أبي هريرة ورنا يصحيحها وحوله يجيء صاحب القرآن يوم القيامة وحال لا إيمان دونا وحا إيمان دونا قفك صاحب القرآن كأمانك يوم القيامة إيمان أيه فيقول القرآن قرآن كمرك وحوله يا ربي حله إله الألبس أو هل قرحي قفك مارت القرآن كصاحب القرآن كهل قرحي فيلبس تاج الكرامة مركزا وحلول لبس دونا تاج كمارة كرامة يلول لبس دونا تاج إلهي وأجهي وعلي أكتيسي الله ثم يقول مركز القرآن كوحولي يا ربي زده إله مارة أبدي أو أنت أكتيسي وكسي بدي يا ربي أرضى عنه إله كرى للنقو فيرضى عنه مركزا الله سبحانه وتعالى كرى للنقو ذا ويقال له مركزا وحلول يقفك قارئ القرآن كها اقرأ والقرآن كأخره ورقه فول أو جرانجردان فول كرء مارتي كرء صعو ويزداد بكل آية حسنة آية كالسنة مارتي ونقبة مارتي لو زائدية مركا سيدو كلا حديث كلو حاجري عمر اللقوري صحيح مسلم كجر ورسولك عليه الصلاة والسلام أوليه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان ضد بكر يلا وقراءة ذي كعمل فلك ضد بكر يلا كونا كتجدي سيء عمل أنت سيء إلهي سبحانه وتعالى مارته وسقولها ولا ليال مرك أرما ما دام إسدائهن وحيابها التجربة وحكم ذو عرب ضدك آتك وجد ذال مارتي أرماها كلا ومارتي كلا أو كبي قرآنك وما دلاء بدنا وحضر كيسا إلما الله مارتي لوسي وذاتوشن قلب إيا الصبح إيا هبين إيا مالين وحان إذين مارتي بلنقاضي وعن أنقر عن تجربوكو أرقني أنقر إلما سوالين معلين وانها ومدبضن بان مارتي معلين أهي إلما ها قرآن كبرتا إلهي سبحانه وتعالى وحو أفض ذي موادك لن إني برتان وحالقيا بقرشك كاقبعي لها مارتي توشن إن حفظي قاس قفك عنق مسكح ذاس الليلي القرآن كبرته القرآن كحفظيه قلبي قاس واسعه القرآن كلحدن لحدن بقول إيه دور كبيج حفظيه إنه حفظين كره وحكله أو إنسان أي قرآن إنه حفظين كره مرك ولا لي رصيد لو جد ولا يعرما كلو توشن كل عجاء آت كأتي ربنا لو جب بالكينه لو جب حنا يه إن القرآن كان حل إسكسارنه إلهي سبحانه وتعالى وحنو بلن قاضي يا وأنا يعني دين بلن قاضي يا ذلك القرآن كله جلد ذلك إن أرماه كرنا يوسه لنا هذان وأين بعد التجربة الله أركوي وحنا هنا ذلك القرآن كحفظية القرآن كيقانه ومارت أنا ككعن أي بي إس أي بي أنا ككعن وجامعة أنا مارت فاس كلاس إيه مارتي ملاه كل جار سبته القرآن كبركدي سي إيه مسكح دي للليلية القرآن كل حذب بقوله حفظي سي ميسن حفظين كنا بوقف وقري أو ما رتي أخرى ويسنن كلام مرك ولا ليه الوجود ده له سيدو كلام عن ما رتي وما هاد علينا يا وقاعد ننك صورجا أو ما رتي ذاك كده حمودة أبا يهوي ونعكسن بعض الشيء المها قرآن كحفظيه لولا والد هوي أبو أما مرك قاركود هوي أي آد يا دم مهمسن هوي ونعكسرو المين تي أبا بشرك عيسى ما رت قارو حنا رجعنا عن قرآنك أقولين لكن معنى كتبي مثلاً يلاذن هل كان يجو قرمك وكسر بحي ماق على جربه وحدري مكرت أمرك والدك النوع عصو كلا إلهي سبحانه وتعالى أجري حسناته كسيو أنت إنك لنا أن ما رت دلالنا إن أنت والدينا هاي ونا جربت قدرت ك ما رت حق بذاتي وعروت كل حذن إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينا عروته ذن إلهي وقبرينا إنه عروته دوسو عليه oo sida ay jecel yihiin si ka wanaagsan u yeelo annagana dadaal laba jibaar aan maartay aan la nimaano si caruurti aan maartay ay quraanka noogu bartaan wajazakumullahu khayr wixii aan haleeyeen fa minni wa min ash-shaytan wallahu rasuluhu min bari'an wixii aan maartay waafaqayna fa min allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad ayuu maadsan yahay ustaad faisal
كلمتي وانا اكسنايد وهلكا نوغس وشيدي رنتي وحانا من سنة انبادن او نغدا وانا يساعدونك اولان غارهان ودامدا يوروب من سنة ان قرآن كان لبران كرين قفكا دو يمادو يوروب اما ميلك هلي ان مركا ايكو عدد كان دون تو عرورتا ان اي هلكا كاركي دونان مانتا ان عرورتو اي قرآن كبران ايسو سيد استاذ كو شاقينا اي داد بادن تلو ينكاس قادن دونان واسو قبا قبايدنا قدباديه مردو وحان بلابي دولنا ترتنكي waxaan mar kale u maad celinayaa ganacsato oo naga qayb gashay sida Dr. Macow oo ku leh xarun caafimaad Nairobi oo isagu naga qayb galay tartankan in la qabto iyo sidoo kale Natural Healing Afad oo isaguna runtii kaalin ka geystay waxa soo kale aan u maad celinaynaa Takulo Foundation iyo masjidka Al Sunna oo runtii aad iyo aad arintan uga qayb galay waa gudagali doonaa waqti badan ma noo harin tartankii ayaan bilaabaynaa sidaan hore idin kugu sheegay daawadayaal wuxuu qaybsanayaa tartanka quraanka dhan marka hore lagu tartami doono kadib 20 juz kadibna 5 juz kadibna 1 juz markaas kadib waa la soo gabagabeyn doonaa isla waqtigan ama isla maanta ayaa la gabagabeeyna natiijada lagu dhawaaqa jaayisooyinkina caruurta la siinaya intaas oo dhana toos ayaad uga la soconaysaan telefishinka kalsan meel kasto aad joogtaan markan waxaan ku wareejinayaa lajnadii tahkiimka ama gudigii garsoorka si ay u gudagalaan inay ardaydii u yeeraan iyaga ayaa markan ka hadli doona qaabka ay ardayda ula macaamilayaan iyo su'aalaha iyo intaba ku soo dhawaada العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن إلهي سبحانه وتعالى مهادس كلا اسوك كيان قوبتان إن وحا نوفدنا أيتها كلام كيسي إن أنا ماركتي isku tasjiicino ama maartay ku tartanno maanta waxa halkan jooga namooda jirti aad u yar oo kamida ardayda madrasada sunna masjid xafad Tottenham ayaan tartanka loo qabanaya marka insha Allah taala tartanka ardayda halkaas ay ka qaadan doonaan boqshadaha iyo maartay magacooda iyo maartay su'aalaha la weydiin doona halkaas ay ka qaadan doonaan annaguna halkaas ayaan su'aalaha maartay halkaas ka weydiin doona insha Allah taala marka abdu wahab waxaan weerinaa hadda abdu awal abdullahi ayaan weerinaa abdu awal abdullahi inuu maaragta qaato waxaanis insha Allah qur'aanka qur'aanka waxa way hadda qaybta aanu ku bilaabayna waa qaybta sadan ka juz ayaan bilaabayna insha Allah taala aan abdu awal الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أعوذ بالله
يبدأ قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. حسبك. السؤال الثاني، second question. ابدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سؤال ثالث،
وفي الأخير إن شاء الله تعالى ابدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. هاي الأرضي قلبات نويري نوحوي همام فيصل. الهمام يبدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم
لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جزاك الله خير. السؤال الثاني تبدأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. السؤال الثالث ابدأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أرضي يا سيد أحد وترتم يا سيد أجز والله فيصل انت على قبلت والله
الله ابدأ قوله تعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حسبك. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. حسبك. جزاك الله خير. السؤال الأخير ابدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أصبر. أصبر. بارك الله فيك. هاي بارك فيك. أبو بكر. أبو بكر عبد الرحمن. أبو بكر أبو بكر يبدأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أصبك بارك الله فيك. السؤال الثاني ابدأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. حسبك، جزاك الله خير. السؤال الأخير، السؤال الأخير يبدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ربكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بارك الله فيك. أرضي أبو دنبية يكون ترتمي صدق جزء محمد يوسف محمد ابدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. حسبك السؤال الثاني ابدأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حسبك محمد بارك الله فيك. محمد السؤال الأخير اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. بارك الله فيك، الله يفتح عليك، جزاك الله خير. إن شاء الله الآن هذا وحان قد قلنا إن جروبك أصبع أو لباتن كجزء مركا أرضي وغورية أيام ويرينا عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن ابدأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حسبك بارك الله فيك. السؤال الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. كلا سيكفو فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن لقد أحصاهم وعدهم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة وردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم يوم القيامة فردا. بارك الله فيك عبد الرحمن. سؤال سبعة. السؤال الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون. ولكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حسبك جزاك الله خير. بارك الله فيك. أرضي كلا إلى تنك جزء قلايا
ياسر عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. حسبك. سؤال شلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حسبك بارك الله فيك. سؤال السدحات أقدم بيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حسبك جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ardayga kale ee gelaya 20-ka juz Suhayb Abdul Qadir. ابدأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم إن الله عزيز. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. حسبك الله فيك. سؤال سيد حد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أردك أودا بيلا تنك جوس قلايا محمد عبد الله. بارك الله فيك. هذا بقرة بس.
محمد ابدأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سؤاش اللبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حسبك محمد بارك الله فيك. سؤال أقول دم بيسان محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. حسبك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك محمد. وحن هذا قلنا مجموعة جدا بيسيء وجزء عما وديني مركا شن جزء كورس. عفوا إن شاء الله كورس شن تجزء يا كورس. مجموعة هذا شن تجزء وفق وري ونصرين أدنان. نسرين اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسبك. السؤال الثاني إذا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير. سؤال الثاني السؤال الثالث ابدأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله
فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. حسبك بارك الله فيك وجزاك الله جزاك الله خيرا. أرضي لباد حمزة عثمان ابدا من قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن
وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حسبك. السؤال الثاني حمزة ابدأ قوله تعالى اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حسب بارك الله فيك بارك الله فيك. السؤال الأخير تبدأ سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير. الطالب محمد أحمد جاحو. محمد اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تزلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه
وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حسبك بارك الله فيك. السؤال الثاني، اقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السؤال الثالث، اقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. حسبك بارك الله فيك ما شاء الله، جزاك الله خيرا. الآن إن شاء الله تعالى وحويرنا المجموعة الثالثة الرابعة وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى مجموعة قدام بيسي وجزك عماء شكري أيا ويرنا شكري عبد القادر.
شكري. اقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتغشى. حسبي. بارك الله فيك. السؤال الثاني: اقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. حسنا. السؤال الثالث last question إن شاء الله. اقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. ويرينا يسرى عبد القادر. نظارة نصرى. يسرى عبد القادر. ما شاء الله. يسرى
يسرى سورة العمى بلو. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حسبك حسبك بارك الله فيك. ابدأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس. الجوال الكنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق ولقد رآه بالأفق ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. سورة التين الأخرى. سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. حسبك بارك الله فيك. جزاك الله خير. ما شاء الله يسرى. الله يحفظكم كلكم إن شاء الله تعالى. قدرنا الساعي أنقلنا إن شاء الله والسلام غندنا بإذن الله تعالى. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah. Horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska.
أمد الصومالية تورت وحنرأينا وشاقو إنان بشارة وبشاريو إنان حد وحيك بعدي أدنقه لكرتان إسلي 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا وحنو خصبي إنان إسلي نماذرنا وحوايا عطشة شديبة بضطي إيميل بضن بأييمت داد بضن أيا عطشة ماشي ودنغر ديراتي مال دير بدكتي بيرهدين حدا وحقيا وحيك بعدي أو حان وشيقيا إن أن لقيه لكرو إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا هدبا دكتور علي معو أويس إيا تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقالين دادك حنوصانا يا إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارة هان دالك كينيا إيه سوماليدا إن هالكا لغو دوين يو وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارة هان ودنك جرملكا إستاقو أسهل الدونا هليست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالة نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كدكتور معو علي أويس كود ديارين يانه دي أجوكتو قودها دالك Somalia in ay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Haye. Waatay bismillaahir rahmaanir rahiim isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale waxaan maraynaa qaybtii gabagabada tartankii quraanka ee maanta ka socday. Sitosa TV ga Carlson Studios magaalada London tartankana waxa ka qayb galay arday kala duwan oo ka imaatay magaalada London iyagoo isugu jiray ardayda quraanka dhan 20 juz 5 juz iyo juz intaas waxay ahayd dhirigelinta ardayda maanta aan halkan isugu imaanay iyo weynaynta quraanka iyadoo bisha Ramadaan lagu jiro aad baa u mahadsantiin daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan sida wanaagsan aad noola socoteen markan waxaan soo gaarnay gabagabada iyo natiijadii in markan lagu dhawaaqo kadibna ardaydii la siiyo jaayisooyinkii ay u kala guusteen ugu kala guuleysteen iyo abaalmarinadii loogu talagalay waxaan markale u mahadcelinaynaa dadkii gacanta ka geystay tartankan qabashadiisa oo ay ugu horeeyaan Dr. Ali Macow Aways xaruntiisa uu ku leeyahay caafimaadka magaalada Nairobi iyo My Natural Healing Dr. Ka Afcad iyo raggiisa iyaguna daawooyinka ka shaqeeya aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa iyo Carlson TV Taakulo iyo Al Sunna Masjidka Al Sunna oo kaalin weyn ka qaatay tartankan inuu qabsoomo waa isku soo noqon doonaa markii hore waxaan ku wareejinayaa Maalin Axmed oo kamid ah gudiga garsoorka si uu noogu dhawaaqo natiijada sida loogu kala guuleystay falee tafadal maal ha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu wasallam ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam salaama in afarti group oo aanu maaragtay tartan siinaynay ama aan maaratay adahooda iyo xifdigooda iyo fiirineyna dhinac walba ayaan rabnaa inaan hadda ku dhawaaqno dadkii ugu maaragtay nambarada kaalmaha ugu horeeyay ka galay marka gruubkii sadanka juus kaalinta koowaad waxaa galay Cabdil Awal Abdullahi ayaa galay kaalinta labaad ayaa waxaasna galay Maxamed Yuusuf kaalinta saddexaad oo ugu dambeysana waxaa galay Abdullahi Faisal sidoo kale gruubkii kale oo ayagana 20ka juus aan ku tartansiinaynay kaalinta koowaad waxaa u galay Yaasir Cabdiraxmaan waxaa kaalinta labaad galay sidoo kale Maxamed Abdullahi gruubka shanta juus waxaa iyadana kaalinta koowaad gashay Nasriin Adnan kaalinta labaadna waxaa galay Xamse Cusmaan gruubka ugu dambeeyay oo juuska ama laba qof ayay ahaayeen waxaana iyadana kaalinta koowaad gashay Shukri Abdulqaadir Nadaara sidaa ayuuna tartanka ku dhisku soo dhamaaday barakallahu fiikum ardayda dhamaantood waa fiicnaayeen waxaan rajaynaynaa dhamaantood inay habi noqdaan barakallahu fiikum fataay aad u maasan yahay Macalin Axmed وما سنتهي مركن وحان كسور دوينيا معلم محمد او اه مديرك مدرسة السنة اما ما ملها قيبتا دوكسيقا قرانكا مسجدكا السنة معلم محمد او اساقو رنتي اد كعانو غسيي قبسو ميدا ارنتان اساقا يوم مامولك مساجدكا مركلا واما دو علينينا فليتفضل كلمة دادا معلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحان سيدة قرانك محدا علينا يا
كلسن تي في او يعني حفله داني يعني نغو مرتي قاضي ان سوف يبلان المها وعقل سيده كل امها دعينا يا معلمين تي سوق مقابسي حق المدرسه هي ضمان ضمان معلمين تا مدرسه مسجد السنه ويعني المها نسود ديار جروبودي كارين فربض ان شاء الله تعالى سوق قاضيين سوق المدرسه يا والدين تي ارنتاني diyaariyay ayagana insha Allah ta'ala waan u mahad celinaya iyo ilmihi naftirkooda soo dadaaleen ayagana mahad fiican ayaan u celinaya insha Allah ta'ala u jazakumullahu khayran wa taada u maadsan yahay macallim maxamed waxaan bixin doonaa jaizooyinki macallim maxamed ayaa soo qaban doona kadibna faisal bani oo maamulka kalsan ka socda ayaa isagu ardayda gudoonsiin doona marka waxaan u yeeri doonaa ardayga quraanka dhan kaalinta koobaad ka galay abdul awwal ma ay hay imaw abdul awwal abdullah soo soo kamradan ku jeeso wajigaan fiir wa kaalinta koobaad wiilkii galay 30 juz tartankii aan qabalnay maanta aad baan ugu mahadcelinaynaa waalidkii ku dadaalay iyo macallimiintii quraanka soo bartay intaba waxaan leenahay ilaahay ajar haydin ka siiyo waa maasantahay adeer fariiso kaalinta labaad maxamed yuusuf miya maxamed yuusuf kaalinta labaad ayuu galay 30 juz ayaan weli ku jirnaa waa tahay maxamed waa lagu doonsiiyey jaaisadiisa waa kaalinta labaad yarka ku guuleystay 30 juz isagana sidoo kale waalidkii iyo macallimiintii ku dadaalay waxaan leenahay ilaahay haydinka abaalmariyo ajarna ilaahay haydinka siiyo waa mahadsantahay maxamed nambarka saddexaad cabdullaahi faysal kaalinta saddexaad ayuu galay qur-aanka dhan waa tahay aada buu umaadsan yahay isagana waxaan leenahay waalidkii iyo macallimiintiisaba ajar ilaahay haydinka siiyo waa mahadsan tahay cabdullaahi waxaan u gudbaynaa 20 juz ardaydii ku tartamaysay kaalinta koowaad waxaa galay yaasir cabdiraxmaan yaasir cabdiraxmaan yaasir cabdiraxmaan kaalinta koowaad ayuu galay 20 juz waa qaybtii labaad ee tartanka isaga iyo waalidkiisa iyo weliba macallimiintiina waxaan leenahay mar kale ilaahay ajar haydinka siiyo waa mahadsan tahay adeer kaalinta labaad maxamed cabdullaahi ayaa galay maxamed cabdullaahi 20 juz kaalinta labaad ayuu galay aada iyo aada buu u mahadsan yahay waa la gudoonsiiyey isagana jaaisadiisa waalidkiis iyo macallimiintiisa waxaan leenahay ilaahay ajar haydinka siiyo isna waxaan leenahay dadaal si sanadka dambe uu uga mid noqdo 30 juz ardayda ka qayb galaysa 5 juz ayaa u imaanaynaa markaan naasriin adnaan ayaa kaalinta koowaad gashay naasriin adbu fanaad ما شاء الله ناصرين كالنت كوباد ايي غشاي شنت جوس ترتنكا اد يا اد ايان اوغو ماادو علينا ان والدكي دلي دلالكا اي كو سمايان يو معلمين تبا وحان رجينينا سنادها سو سودا ان ايانا قران كدن اي كا قيب غلي دونتو ناصرين وا ما سنتا ادير فريسو كالنت لباد حمزه عثمان ايا غلي شنت جوس حمزه عثمان حمزه aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waalidkiisii ku dadaalay iyo macallimiintiisa waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda inuu ka qayb gali doono tartamada kale si quraanka dhan uu barto ama san tahay xamza hal juz ayaa jiray lagu tartamayay
shukri abduqadir nabara ayaa iyana kaalinta koobaad gashay masha allah waa tahay waa qaybtaas waxaan uga baxnay intaas waxaan siinayaa macalinka si uu haye macalin qaybtan waxaan uga bixinaa qaybtii number 1 iyo number 2 kala galeen haddana waxaan galeenaa insha allah tacaala qaybihii kale oo yacni mushrifiinta oo kasoo qayb galeen insha allah tacaala ayagana inay wax la'aan ayna laaban insha allah tacaala kuwa oo kuma jiraan soo maaha kuwa hore oo yartaa kuma jira kuwa number kale hanaan faisal faisal hamam faisal hamam faisal hamam ha Abu Bakr Abdurrahman Abdurrahman Yusuf Suhaib Abdulqadir Suhaib محمد جيحو يسرى عبد القادر نضارة ما شاء الله نورتو كالا دي واتاي واسو غبا غبيناي ترتنكي وحان جعلاي مركله انو معلن كنو سو غبا غبيو معلن هي ugu dambeentii waxaan kaga mahadcelinaya telefishinka Kalsan TV oo arintan inagu marti qaaday waxa kale oo mahadcelinaya gudiga garsoorka arintan soo gabagabeeyay sidoo kale macallimiintii yaani ardaydan isku soo dabriday oo halkan keenay iyo waalidiintii arintaas kala qayb qaatay iyo dhamaan yaani waalidiinta masjid as-sunna ayaan u mahadcelinaya iyo macallimiinta guud ahaan dadaalka ay muujiyeen iyo ardayda la shaqo dadaalka ay muujiyeen wa jazakumullahu khayran arintaas waxa kaga mahadcelinaya ciid mubaarak insha allah taala waata intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka mar kale waxaan u mahadcelinayaa dadkii gacanta naga siiyay inuu hirgalo barnaamijkan sida masjidka Al-Sunna Dr. Cali Macow Aways iyo maamulaha Natural Healing iyo Takulo Foundation aad baa u mahadsantiin dhammaantiin waxaan idin leenahay ciid wanaagsan inta aan mar kale kulmayno sanadka soo xiga ee Ramadaanka iyo tartan kale oo intan ka sii baaxad weyn waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barakaatu